صباح الخير. عنه. حابين حضرتك تعرفنا بنفسك الاول. انا مصطفى علواني، مدرس مساعد كارديولوجي قسم القلب جامعه اسكندريه. اهلا وسهلا بحضرتك. عايزين نعرف لو مريض عنده بدايه اعراض جلطه ازاي يتعامل معاها، وازاي يعرف اصلا ان هو جاله جلطتين او هيجيله جلطه. هو اعراض الجلطه التقليديه يعني جلطه بالقلب ان هو العيان يجيله الم شديد بالصدر، يسمع في ظهره او في كتفه، في كتف الشمال او كتفه الاثنين، او يسمع في الفك السفلي دي، والألم ده يستمر أكتر من 20 دقيقة، وعادة الألم ده بيبقى مصاحبه عرق أو ميل للقيء أو قيء نفسه أو إغماء. هي دي الأعراض التقليدية للجلطة بالقلب. كثير من الأحيان إن ده بيبقى فيه كذا إنذار، إن المريض ده بيكون خلال فترة يعني قبل ما تحدث الجلطة الرئيسية إن هو بيجي له ألم بالصدر، بيجي ويروح مع المجهود ويقل بالراحة، فدي بتبقى إنذارات مبكرة وساعات ما بتبقاش موجودة. برضه في بعض الأحيان إن المريض بيجي له ألم في فم المعدة، وعادة ممكن يبقى مثلا سنا 40 سنة أو حاجة و40ات يعني، ومدخن شره، يروح مثلا في استقبال المستشفى يتم التعامل معاه إن هو مجرد التهاب بجدار المعدة ويدوله مسكنات للمعدة ويمشوه. فهو يعني جزء من الرسالة إن هو أي مريض يجي له ألم في منطقة فم المعدة لازم إن هو نستبعد وجود جلطة بالقلب. يعني دي بتحصل كتير ودي من المشاكل اللي بتحصل. اوكي. وبعد كده لو تم اللي هو التشخيص ان هذا المريض عنده جلطه بالقلب، لازم يتوجه الى مستشفى. المستشفى دي لو هو احتاج الى قسطره تشخيصيه يعني لازم يتم التعامل معاه بشكل سليم، ان هو يتناول الادويه اللي هي الضروريه اللي المفترض تتاخد في الوضع ده، وان هو يكون في مستشفى مجهزه للتعامل مع حالات الجلطه حاده في القلب، او لو هو في مستشفى غير قادر على التعامل ان هو ياخد الاسعافات الاوليه ويتم تحويله الى مستشفى قادر على هذا التعامل. وهو في عندنا جلطات القلب لهم كذا نوع. في نوع اللي هو الاستي سيجمنت اليفيشن ميوكارديال انفاركشن، ده بيبقى انسداد كامل في الشريان التاجي، ده زي ما بيقولوا لازم يتم التعامل معاه بسرعه. فهو حتى في مشروع على مستوى مصر اسمه دعامه الحياه، ان هو في المستشفيات الحكوميه وبعض مستشفيات التامين الصحي، ان المريض يستطيع بس ببطاقته ان هو يروح بمجرد التشخيص بتاعه ان هو يخش يعمل قسطره تشخيصيه وتركيب دعام، لان هو النوع ده من الجلطات اللي هو الانسداد الكامل في الشريان التاجي ده كل يعني الوقت يساوي قوه عضله ويساوي حياه. دي بتساعد على انقاذ مريض، وهو حتى في ترمينولوجي مشهور اسمه تايم ايكوال مايوكارديوم، يعني انت كل ما هتدخل العيان اسرع غرفة القسطرة وتفتح له الشريان المقفول ده كل ما انت بتحافظ على عضلة القلب. فده دي حاجة من الحاجات المهمة، ان هو لما يتم تشخيص هذا النوع من انواع الانسداد في الشريان التاجي، ان هما سرعة تحويل المريض الى مستشفى مجهزة بغرفة قسطرة، ويبقى في تيم بيسموه البرايمري بي سي اي تيم، ده يخش خلال وقت قصير جدا. المفترض ان هو مثلا لو المريض جات له جلطة المفترض ان هو خلال 60 دقيقة تكون الشريان مفتوح والدعامة موجودة، يعني تكون دعامة في الشريان وريستورنج الفلو، يعني الدم يكون خلاص وصل للحتة دي بس. فهي دي النقطة المهمة يعني. طب احنا حابين نعرف الناس اكتر ايه اعراض السكتة القلبية وايه علاجها؟ هي الجلطة بالقلب او كده مايوكارديال انفاركشن، ده هو اللي احنا بنقول عليه ان هو جاله دور في القلب او سكتة قلبية، هي دي الجلطة. اوكي. هو المفترض ان هو في حاجة اسمها اكيوت كورونري سيندروم. اكيوت كورونري سيندروم ده ألم بالصدر نتيجة مشكلة في الشرايين التاجية، ده بينقسم لستيمي استي سيجمنت ديفيشن ميوكارديال انفاركشن ونون ستيمي وانستيبل انجينا. انستيبل انجينا دي الذبحه الصدريه غير مستقره، ولهم كذا سكور يعني لهم كذا طريقه ان احنا نحدد الخطوره واحتمال حدوث وفاه وحاجات كده. فاحنا بس ننبه احنا لو هننبه المرضى لازم ننبههم ان هو خلي بالك ان انت ما تعملش حاجه ممكن تؤدي الى ذلك، زي ان هو لازم يحافظ على وزنه فما يجيلوش سكر، ما يشربش سجاير، يقلل الدهون والزيت والكلام كده ده في يعني اكله. يعني دي نصايح حضرتك للوقايه من كسور القلب يعني. بس وانس ان هو بقى حصل مشكله الم بالصدر نتيجه
نتيجة الشرايين الانتاجية، نتيجة مشاكل في الشرايين الانتاجية، يجب أن يتم يعني يجب أن يتم التعامل معاه بواسطة في مستشفى، يعني مش هينفع ان هو في البيت يعني. وبرضو من الحاجات المهمة ان هو يعني لو واحد خلاص جاله مشكلة في شرايين القلب او كده وهو خلاص رايح طلع من المستشفى، لازم ان احنا بعد كده لازم patient education، لازم نعلم العيان، يعني لازم نقول له خلي بالك انت حياتك اختلفت، انت حصلت لك مشكلة، انت دلوقتي بعد ما طلعت من المستشفى انت حياتك اختلفت. انت دلوقتي لازم تواظب على احنا حتى بنقول للعيان انت لازم تواظب على العلاج زي الصلاة، زي ما انت بتصلي لازم تاخد العلاج، ما ينفعش توقفه، العلاج ده is for life، لبقية حياتك. لازم نقول له انت لازم تغير اللايف ستايل بتاعك، يعني لو ما بتمشيش تمشي، لو بتشرب سجاير توقف، لو بتاكل اكل فيه دهون كتير وسكر كتير لازم لازم توتشر ويت. الحاجات دي كلها يعني احنا بنقول ان انت لازم لما تطلع من عندنا تبقى انسان مختلف عشان ما نكررش اللي حصل يعني. طب انا عندي سؤال، اللي هو مشاكل القلب فيها حاجه وراثيه؟ فيها عامل وراثي، فيها يعني في يعني فاميلي هيستوري، يعني التاريخ المرضي الاسري ده واحد من الريسك فاكتورز، يعني من عوامل الخطر انها التي قد تعرض المريض لمشاكل في القلب. يعني احنا في عندنا كذا حاجه عوامل خطر، يعني مثلا السن، مثلا الرجاله فوق 55 والستات بعد يعني في سن اكبر، اوكي، بعد سن الياس، في مثلا السكر، ارتفاع الدهون، ارتفاع ضغط الدم، يعني مرض الضغط ده لازم اي واحد عنده ضغط يعالجه، فيها عامل الوراثي برضه بيبقى مشكله. ففي كذا كذا حاجه ممكن، يعني في حاجه اسمها موديفايبل ريسك فاكتورز ونون موديفايبل ريسك فاكتورز. موديفايبل ريسك فاكتورز يعني حاجات احنا ممكن نصلحها، يعني لو واحد مثلا تخين يخس عشان ما يجيلوش السكر، لو واحد مريض سكر نحافظ على السكر بتاعه كويس، لو واحد الدهون عنده عاليه يقلل الدهون وياخد ستاتنز، ياخد دواء يقلل الدهون. فدي حاجات يمكن التحكم فيها، في حاجات لا يمكن التحكم فيها، زي مثلا لو واحد عنده فاميلي هيستوري، يعني عنده تاريخ مرضي اسري ان هو عنده قصور في الشرايين، ان هم بيجي لهم قصور في الشرايين الانتاجي، ده لا يعني ده ما نقدرش نعمل فيها حاجه، بس هو ننبهه خلي بالك انت عندك هاي ريسك، يعني انت عندك عرضه اكتر ان انت تحصل لك مشكله. بس ثانك يو سو ماتش يا دكتور، ميرسي قوي لوقت حضرتك.